عايزين رمضان فتوده مخرج انجيلا مي سا فازي ليله ليله الف ليله وليله كل ليله ليله شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر الخطبه ام العريس لما تعش من شافك وحل بلح ابوه شافك رمضان كريم يا فوز طم طرم طررم طررم رمضان كريم الله اكرم طم طم طرم طررم طررم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير وفزورت النهاردة عن شخصية صغنطوطة لكن قدرت تقلب الكون الفوازيري في زمنها وهي شخصية فطوطة أكشن فطوطة اللي كانت وقتها الاختراع الجديد والغريب للمخرج فهمي عبد الحميد وتعرضت في التلفزيون لأول مرة في رمضان سنة 1982 بعد ما نيلي قدمت الفوازير 7 سنين ورا بعض المخرج فهمي عبد الحميد قرر انه يجدد دم الفوازير الله فين عبدي الحميد فقدم مع المؤلف عبد الرحمن شوقي فوازير فطوطة للفنان سمير غانم الابن الشرعي لفوازير رمضان في التلفزيون طلع سمير بدورين سمورة الشخص العادي وفطوطة بالبدلة الواسعة الخضرة والشعر المنكوش والجسمة اللي عاملة زي المركب وخدع بصرية غريبة وجديدة ومدهشة في زمنها والمطلوب نعرف مين الشخصية اللي بتتكلم عنها الفزورة نابليون هتلر نيرون ويوميا شخصية جديدة ده الحب ساكن سواد القلب يا إنسان واشتهر فطوطة بجملة ولما أقول لك يا واد يا جن ون من الحدوتة تون يا واد يا جن ون من الحدوتة ون وتعالوا نشوف الفزورة جاهز يلا بنا يا فطوطة دلوقتي معادي الفزورة هتخش برجلك اليمين وهقول لك بلعب دور مين متفقين؟ متفقين تعبرت الحزام رباطه ومنظر الأمام نظرته واسمع الكلام سمعته الورد في البستان الوان والطير على الاغصان الوان والشعر والالحان الوان حتى الفراخ بلدي ورومي وفيه كمان الفيومي انظر هدومك وهدومي تلقاها برضك بالالوان بالالوان وادي الرغيف بلدي وفينه بتاوي شمسي عارفينه فلاح زين خبزينه وحتى عشنا له الوان بالالوان بالالوان وابن ادم فيه الاسمر وفيه كمان ابيض واصفر ده غير بجد هدته القمر حتى ابن ادم بالالوان بالالوان تحكمش على حد بلونه زي ما قال ربك كونه كنا وإيه إحنا في كونه حكمة وعاوزها بالألوان بالألوان بالألوان
يا ليل يا عين أوف أوف يا باف أوف يا باو يا بوي ويا يما ويا ماما ويا نينا أوف السماء يا هل السماء في الحي لولا زواد العين ما تشوف الضي لولا زواد الليل فينا القمر يا خي لولا زواد الناس الأمة ما هي شي وحد إلهك واشكر نعمة الرحمن ده الحب ساكن سواد القلب يا إنسان أبويا أنا الرجل الأبيض الأبيض في ديب فريزر قلب تجمد تجمد طلعت أسمر أنا زيه خد مني موقف زود هم واللي قتلني إنه تعمد يرمينا نلعب عالرعيان 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 بقى هم ربي نفع عضلات فعضلات أشيل حديد وأعمل حركات أعمل حركات هو بارز الأوهم بجريدة وحلم بإن فعركة شديدة بلم فيها كل البطولات وهزم ملك وقت الفرسان وقت الفرسان وقت الفرسان يا ابن العم يا ابن العم يا ابن العم نعم فداك قلبي يا بنت العم داتي عبد الأمير داش ولد الملك زهير هذا الرجل الشرس الذي يلسع كالنحلة ويهرب كالفراشة عمل الجلالة منعني أن أروي غنيماتي من البير حتى ترتوي كل أغنام وابن الملك قلت له أنك بنت عمي وأبوي الرجل الأبيض قلت له فدفعني في صدري حتى انقلبت على ظهري وضحكوا العبيد ضحكوا العبيد وإله نهار مالو ملامح داجي يا داجي ايش بتريد شو ما يشرب وروح الحي مالك زي ابن عمي الليلة تكلم بيتك
تشكر يا زيت وديها تشكر 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 انت اللي فارسهم وانت اللي شعرهم وانت اللي كايدهم وجمال لياليها. اجلس يا فارس بني عبس. انا عبد والعبد لا يجالس الملوك. ايش؟ اجلس، انت حر. انا لست ملكك حتى تحرر رقبتي. يا قوم، اليوم هزمنا هذا الفارس، هزم فينا التعالي والغطرسة والتفرقة العنصرية لما هزم هازمينا. واشهدوا يا قومي اني اعتقه واعترف به ولدا يرثني ويحمل اسمي. بابا شكرا يا ابي، هذا هو يوم مولدي، نكتب ذكراه بالسيوف حتى نحتفل به كل عام. العطايا ما تنسناش في العطايا يا تمورة. هذا سيفي، هذا إلك. شكرا يا فندم. هذه عبايتي، هذه إلك. استكثير يا فندم، ربنا يكرمك. هذه العمامة، هذه إلك. بس أنا عايز واحدة خشب عشان ده سلك. برضو بتصير إلك. مليون بخلع عليك كل هذه العطايا، ومليون بتصير ابو الفوارس. انت ابو الفوارس، اطلب اطلب كل شيء بتريد بيصير الك. ايوه يا عم، ما هي ماشيه معاك حلاوه. ايش يا ابو الفوارس، اطلب ما تريد، كل شيء الك. انا طلبي ما يقدر عليه مولاي، ولكن عمي يقدر عليه. اطلب يا ابو الفوارس تجاب. بنت عمي مالها؟ يا ويلي ويا ويل ويلي ويا سواد ليلي بعد كل اللي عملته. ايش؟ عيني عيني على منظرها، عيني 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 عيني، عيني عيني على مخبرها، عيني 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 عيني، عيني على منظرها، عيني على مخبرها، عيني على ركتها، عيني على خفتها، عيني عيني على معشرها، عيني 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 عيني. بنت عمي أنا أولى بيها، حدش غيري أبدا يحميها. بنت عمي أنا أريدها، لازم أخدها وفيها لا خفيها. عيني عيني على منظرها، عيني 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 عيني، عيني عيني على مخبرها، عيني 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 عيني، عيني على منظرها، عيني على مخبرها، عيني على ركتها، عيني على خفتها، عيني عيني على ما قدرها، عيني 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 عيني. هي فطوطة وأنا فضيلك. عرفت أنت مين؟ أنا راعي تين. يا واد يا جن، ون من الحدوتة ون. Bodadin din 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 bodadin bam bodadin todin din bodadin tapin bodadam bodaram bam bodaron din. Osril kalam il kalam, miskil khitam il khitam. Atta fazar kayfa wa hal, wa ishit min izay wa hal. لفيت وطفتي طفتي طف، سسبنسي شفتي شفتي شفتي، ضحكت خب ودختي في الفزور على الحو، وعرفت اطلع انا مين فيها. تطلع مين يعني؟ اذن نادي خليفه فتوته، لقي لقي اعصابي خفيفه، تطلع لي فجاه اتوجه سخيفه، خلي العلاقه بينا ظريفة. تلك الحروف أعمل إيه بيها؟ أهوة مدبوتة الفتوتة، تشكر وكتبها عالنوتة. ها 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 ها.
عالجوع تحلم بالحل او تعطش ترسم لك قلع اللي صوم رمضان يتسلى بالمعرفة في كتاب في مجلة القدماء حفروها في مسلة بالعلم تجمل وتحلى الدنيا تشيلك فانيها تلك حروف اعمل ايه بيها عيد ترتبها المتلخبط وقعد معلن فيها وزهقط عيد ترتبها المتلخبط وقعد معلن فيها وزهقط بعدي شوية شوية اما حتى الدراب بطل قال حل عليك بيه هل عليك بيه هل ولا ندق ولا ندق ولا ندق ولا ندق ولا